طيب هنقول على نقط تانية مهمة يمكن الكثير ما خدش باله. النادي الأهلي خطط جيدا لما تشاهدونه الآن من صور، خطط للمركز الثالث، خطط أنه يؤدي أحسن أداء في بطولة العالم بالرغم من المعوقات اللي قابلت البطولة. وهستعرض معاكم نقاط التخطيط الجيدة. رقم واحد، بالرغم من الغيابات والإصابات ولكن النادي الأهلي اشتغل إزاي على التخطيط على البطولة. أول حاجة، الأهلي خاطب الاتحاد الدولي والأفريقي، عمل شورت تيرم بلان ولونج تيرم بلان، خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى. خطة قصيرة المدى، النادي الأهلي حاول يغير ميعاد البطولة، لأن لو ميعاد البطولة اتغير اتحلت كل المشاكل ولعب النادي الأهلي كامل. فخاطب الاتحاد الأفريقي وخاطب الاتحاد الدولي من خلال الاتحاد الأفريقي أنه يتم تغيير، والاتحاد الدولي عشان يتم تغيير ميعاد البطولة. ولما قوبل هذا، وده طبعا الاتجاه اللي كان ماشي فيه النادي الأهلي بالتوازي، مشي في اتجاه تاني. ايه هو؟ انه بدأ يشتغل انه يأخر او يطلب تأخير اعتماد القوائم قبل البطولة بأقل وقت ممكن، ونجح في ذلك. وكان اعتماد او تقديم القائمة النهائية يوم 3 فبراير، وهو ما قبل البطولة ب 48 ساعة، وده لم يحدث من قبل، وهذا لم يحدث من قبل. وتم استحداث ده عشان النادي الاهلي هو اللي ظلم. اصل هو ما فيش ولا فرقه من اللي لعبوا عندهم مشكله في قائمته. مين اللي عنده مشكله؟ النادي الاهلي. فاذا عشان الاتحاد الدولي يعمل ده، فهو استجابه لطلبات النادي الاهلي. ده نقطه من نقاط التخطيط الجيد ونجح فيها النادي الاهلي. اول حاجه طالب تغيير ميعاد البطوله. الطلب الثاني، طب سيبني يا سيدي اسجل لعيبتي اخر ميعاد. طبعا دي لقطات من وصول الفريق النهارده، الف حمد لله على السلامه، حاجه مشرفه. واجهه النادي الاهلي ممثل مصر وافريقيا، حاجه واجهه يعني مشرفه الحقيقه، الواحد بيفخر بانتمائه لهذه المؤسسه الكبيره. طيب النادي الاهلي نجح يخلي القائمه تتقدم قبل المباراه ب 48 ساعه. طب ليه؟ ايه الحكمه؟ الحكمه ان تبقى بانت الرؤيه مع منتخب مصر. منتخب مصر ايه الوضع؟ رايح فين؟ جاي منين؟ هوصل لابعد نقطه. ومع ذلك النادي الاهلي وكل النادي الاهلي كان يتمنى ان منتخب مصر يوصل لابعد نقطه، وده حصل. منتخب مصر وصل للمباراه النهائيه بالرغم من ده كان هيضر النادي الاهلي شويه وبتاع، لكن النادي الاهلي ما بيبصش لمصلحته ولكن بيبص لمصلحه الوطن، وهي اهم وارقى طبعا. فالنادي الاهلي استنى، شاف المنتخب حصل ايه وبنت الرؤيه. اتضحت الغيابات، اكرم توفيق اصيب ربنا يشفيه، الشناوي اصابه، عمار حمدي اصيب. يعني كان عندك ثلاث اصابات ظهرت، اثنين مع المنتخب واحد مع النادي الاهلي، قبل ما تقدم قائمتك النهائيه، قبل ما تقدم. وده طبعا كانت الحنج هنا، وده ادى فرصه للجهاز الفني يستعين بالناشئين او يستعين باللعيبه صغار السن عشان يسدوا العجز لحين قدوم اللاعبين من منتخب مصر. من ضمن نقاط التخطيط الجيد وهو طلب او سرعه احضار اللاعبين. طبعا استقبال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه للنادي الاهلي ممثل مصر وافريقيا في بطوله العالم للانديه، وتاكيد تفوقه وحصوله على الثالث او الميداليه البرونزيه بعد بطل اوروبا وبعد بطل امريكا الجنوبيه، وهو حدث كبير. يعني احنا حطينا القاره الافريقيه في يعني في 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 يعني ثالث قاره على مستوى العالم. فده هيخلي حتى الاتحاد الافريقي يطلب طلبات اكتر للانديه الافريقيه، لانه شايف الانديه الافريقيه وهو ممثله مصر نجحت بشكل كبير. طيب الحاجه كمان اللي نجح فيها النادي الاهلي في التخطيط، وهو استدعاء لاعبي منتخب مصر في اسرع وقت. الناس وصلت القاهره، كنا مجهزين لهم او النادي الاهلي كان مجهز لهم طياره خاصه تاخدهم من هناك، ولكن لم نوفق في ذلك لاسباب حضراتكم تعلموها. جم الفريق هنا مصر، ما قعدوش في ارض الوطن الا ساعه زمن، وكان واخدين طياره اخرى اتجهوا بها الى دوله الامارات. كان في انتظارهم بعثه من النادي الاهلي، خلصت كنت اجراتهم سريعا، والاشقاء في دوله الامارات ساعدوا الموضوع ده، وصلوا الاوتيل وقعدوا وخدوا راحتهم. يمكن ده كان سبب من اسباب خسارتنا قبل النهائي، ان اللعيبه حضروا قبل المباراه ب 24 ساعه. عشان كده قلت لكم ان المباراه قبل النهائي ليها ظروف معينه، يمكن هي اللي كان ممكن لو ظروف دي، بس دي خارجه عن اراده النادي الاهلي. النادي الاهلي حاول يتجنب هذه الظروف، ولكن بدليل ان يعني نجح ياسر ابراهيم في احراز هدفين. يعني امور كتير جدا لو اللعيبه واخده راحتها اكيد كانت هتبقى افضل بكتير. طيب خلينا نروح لنقطه ثانيه. النادي الاهلي مش بس توقف عند ذلك، دي عظمة وحنكة وقوة النادي الأهلي الإدارية. قوة إدارية قوية جدا، وفكر دايما سابق، يعني سابق بسنين. النادي الأهلي قال لك بعت خطاب بأربع نقاط، شايف إن فيها unfair play أو لعب غير، يعني ما فيش تعادل
ان في اربع نقاط حاسس ان هو كنادي الاهلي ظلم فيها. ونادي الاهلي دايما، بصوا يا جماعه الفرق، نادي الاهلي شايف انه ليه اتظلم؟ ما ناخد البطوله. انا لو النقاط دي موجوده معايا، وانا هقول لكم بعض النقاط على سبيل الذكر وليس الحصر، هم اربع نقاط عشان نتكلم عليهم باستفاضه، عايزين وقت. اول حاجه انه قال يعني بعت الاربع نقاط، قال لك انه ليه بيفرق ما بين الفرق المتاهله؟ ليه بطل اوروبا يجي على 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 قبل النهائي؟ ليه بطل اوروبا يجي على قبل النهائي؟ ما كلنا كل تاهل يبقى هو كاس العالم. المنتخبات في منتخب بيميز؟ لا، كله بيخش الادوار الاولانيه والادوار اللي بعد كده. و بالظبط، وهو كمان بيتكلم النادي الاهلي من منطلق انه الاكثر مشاركه في هذه البطوله. النادي الاهلي في التاريخ هو اكثر مشاركه، فاذا من حقه انه يطلب، وان شاء الله من حقه انه يستجيب لي. وخلي بالك النادي الاهلي بيعمل الكلام ده، مش هو اللي هيستفاد بس، اي ممثل لافريقيا يروح هيستفاد، لان احنا عارفين البطوله بعد كده هيزيد عددها، فالفرق هتبقى يقال انها توصل، يعني الاخبار اللي جايه لنا ان ممكن تبقى ثلاث فرق من افريقيا، فكل اللي هيروح هيستفاد. وهو دي الميزه، لما يكون كبيرك كبير بجد وما بيفكرش غير في المصلحه والصح بيفتح الطريق للي بعده. طيب الحاجه الثانيه الانذارات. بطل اوروبا بيجي او بطل امريكا الجنوبيه بيجي بيلعب على قبل النهائي، انا بكون لعبت مباراه زياده باخد فيها انذارين مثلا، باجي في المباراه الثانيه باخد انذارين، باجي الاقي نفسي بوصل المباراه الثالثه بفقد لعيبه بتلعب. طب ليه انا العب مباراه زياده؟ لا، انت لما اوصل اول مباراه دي بلعبها زياده اعمل ريسيت للانذارات، او يعني صفر انذارات، يا العب قبل النهائي والنهائي بدون انذارات. وده طلب مشروع. انا بقول لكم الطلبات، النادي الاهلي البطوله خلصت من هنا بالظبط، النادي الاهلي قدم بعد البطوله ما خلصت قدم الطلبات دي على طول. ليه؟ عشان هو بيفكر انه راجع تاني ان شاء الله. النادي الاهلي والبطوله شغاله كمان، النادي الاهلي بيفكر انه انا راجع تاني باذنك يا رب. احنا بنقدم المشيئه ونعلم ان كل شيء بالجهد والتعب، وتوفيق ربنا بيحالف من يجتهد. الطلب الثالث كان ميعاد البطوله، ميعاد البطوله غير مناسب للفرق الافريقيه، فالنادي الاهلي طلب ان النظر في ميعاد البطوله. انا ببقى ليه دايما بتحاول الميعاد يكون مش مناسب؟ فدايما تراعي اجنده الفرق كلها. فالنادي الاهلي من ضمن الطلبات، انا بس مش عايز اقول لكم الطلب الرابع التحكيم. النادي الاهلي كان ليه طلبات تخص التحكيم، وكل دي طلبات مشروعه، مش عايز اخش في التفاصيل اكتر من ذلك، ولكن اللي عايز اقوله لكم ان النادي الاهلي بيقدم بيخطط. اوعى تفتكروا ان ده بيجي بمحض الصدفه خالص، والله تخطيط. اللعيبه بتلعب وبتركز، الجهاز الفني بيقوم بدوره، اللعيبه بتقوم بدورها، الجهاز الفني مركز في ماتشاته، اللعيبه مركزه، مجلس الاداره بيفكر وبيشوف ازاي يساعد الناس اللي في الملعب دي، ازاي يساعد الناس اللي في الملعب. شفنا وجود كابتن محمود الخطيب، وازاي كابتن محمود الخطيب بالرغم من وجوده في الامارات ولكن مدي لكل واحد في البعثه دوره، وبيحترم دور كل واحد في البعثه،